بين تسجيل هدف اول في هذه المباراه يورجن كلينسمان. واضح امامنا في هذه اللحظات الان كره من جديد لمنتخب المانيا الغربيه، محاوله لارسال كره داخل منطقه الجزاء ودي الاستلام وفرصه وجها لوجه مع الحارس سيرخي جوكوتشيا، والحكم المكسيكي لم يعطي اي شيء في هذه اللعبه. ادوارد كوليسان لم يعطي اي شيء في هذه اللعبه. على فكره ادوارد كوليسان يعني في مباراه الكاميرون وانجلترا احتسب 3 ركلات جزاء، ويعني في المباراه الاخيره اللي ادارها ركله للكاميرون وركلتين لانجلترا. ادوارد كوليسان مش ممكن حتى في المباراه الاولى طبعا اللي ادارها في كاس العالم عام 90 ما بين ايطاليا والولايات المتحده الامريكيه احتسب ركله جزاء ايضا.